تسأله عن حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها، هل هو جائز أو لا؟ هذا أمر لا يجوز، وتكرر التنبيه عليه أنه لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها، لأن هذا من الخلوة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، وأخبر أن ذلك يسبب حضور الشيطان بإيقاعهما في الفتنة والفساد، فهذا وسيلة من وسائل الفساد. قد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي عن الوسائل التي تسبب الوقوع في الزنا، ومنها الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، لا في السيارة ولا في المنزل ولا في أي مكان إلا ومعها ذو محرم من محارمها، أو معها من تزول به الخلوة من جماعة غيرها، وركوبها معه في السيارة أشد خطرا من خلوته بها في المنزل أو غير ذلك، لأنه في السيارة يستطيع أن يتحكم فيها وأن يهرب بها من غير إرادتها، فيحصل الفساد، لأنه في السيارة يكون له سلطة عليها، والمرأة ضعيفة فقد يهرب بها أو يهددها أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.